السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ دم الرقیہ جادو سے لگی بیماریوں سے شفا کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جو خواتین و حضرات اکثر بیمار رہتے ہیں، دوائیاں میڈیسن کھا کے اکتا چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، لیکن کوئی مکمل عافیت نہیں ہوتی، یا میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو رپورٹس بالکل نارمل آتی ہیں، کلیئر آتی ہیں، تو ایسے میرے بہن بھائیوں کے لیے اللہ کے کلام کا یہ دم تحفہ ہے انشاءاللہ۔ دل کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، یا دماغ کی بیماریاں ہیں، یا پورے جسم میں آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس دم الرقیہ کو ایک مہینہ آپ پوری پابندی کے ساتھ صبح و شام سن لیا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو چاہے جادو کے ساتھ بیماریاں لگائی گئی ہیں یا ویسے طبی طور پہ آپ بیمار رہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ اللہ کے کلام کے اس دم کو پورے یقین کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ہوئے جادو کو بھی توڑے گا اور انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے شفا یابی بھی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ مکمل دم کو سنیں۔ دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اے اپنے پیغمبر ایوب کو شفا دینے والے اللہ، ان سبھی کو یا اللہ جو بھی بیماری ہے میرے اللہ سبھی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے. ان کی تمام بیماریوں کو یا اللہ جڑ سے ختم کر دے. بے شک شفا تیرے ہاتھ میں ہے میرے اللہ، تیرے آگے سوال کرتے ہیں شفا کا میرے اللہ، شفا یابی عطا فرما دے. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 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 سمندروں کی تہوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر، اپنے یونس کو نجات دینے والے اللہ، یہ تیرے بندے تو زمین کے اوپر ہے میرے اللہ، تیرے آگے التجا کرتے ہیں یا اللہ. ان سبھی کو جادو اور اس جادو سے لگی بیماریوں سے یا اللہ نجات عطا کر دے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. 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 يا مجيب الدعوات، اے دعاؤں کو سننے والے اللہ، یا اللہ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، یا اللہ فریاد کرتے ہیں شفا یابی عطا کر دے. اللہم اشفی مرضانا
اللهم اشف مرضانا، 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 واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم، بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، واسم الله يشفيك، 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 واسم الله يشفيك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، 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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے ہیں، وہ روزانہ پانی کے ایک نیم گرم گلاس میں تین چمچ خالص شہد ملا کے پھر اس کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ آیت الکرسی اور تین تین مرتبہ آخری تینوں کل پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے روزانہ آپ نے ساتھ میں یہ دم سننا ہے اور ساتھ میں یہ پانی پینا ہے، نماز کی بھی بندی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہی یہ دم کا پروسیس ختم ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یابی عطا فرما دے گا، لیکن مکمل جتنے دن کا بتایا ہے اتنے دن ہی آپ نے انشاءاللہ اس دم کو سننا ہے. توجہ سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی يا شافي يا شافي يا شافي اشف مرضانا، يا شافي اشف مرضانا، يا شافي اشف مرضانا، يا الله يا رحمن يا كريم، 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 يا الله يا رحمن يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام،
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شباظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت بردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم فلا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام
فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم فلا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء ألا يغادر سقما آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم.